المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. الدرس الثالث صفحة 20 قياس الأطوال والكتل والمساحات. لنفهم ونطبق، يعيش غزال دوركاس في مناطق مختلفة في المغرب، منها جهة درعا تافيلالت التي تغطي 88,386 كيلومتر مربع. غزالة الدوركاس هي أصغر بقريات، إذ يبلغ طولها 97 سنتيمتر وعلوها 55 سنتيمتر، وتزن أقل من 20 كيلوغرام. تبلغ فترة الحمل غزالة الدوركاس 172 يوما، وتعمر حوالي 12 سنة. ألف، أستخرج من النص قياسا يعبر عن كتلة. القياس الذي يعبر عن الكتلة هنا في هذا النص هو 20 كيلوغرام. قياس يعبر عن الطول 97 سنتيمتر و 55 سنتيمتر. قياس يعبر عن المساحة 88,386 كيلومتر مربع. مدة الزمنية، قياس يعبر عن المدة الزمنية 172 يوما و 12 سنة. أحيط ما يساوي القياس المعروض في البطاقة. القياس المعروض في البطاقة 55 سنتيمتر و 88,386 كيلومتر مربع. إذا سنحدد هذه القياسات من هذه الاختيارات، القياس الذي يساوي 55 سنتيمتر. من أجل ذلك، للتعرف عن هذا القياس، سنقوم بتحويلات هذه القياسات إلى سنتيمتر. إذن لدينا في هذا الجدول 5 ديسيمتر 5 سنتيمتر. 5 ديسيمتر 5 سنتيمتر تساوي 55 سنتيمتر، و 550 ديسيمتر 550 ديسيمتر إلى سنتيمتر تساوي 5500 سنتيمتر، و 5 متر 5 ديسيمتر 5 متر 5 ديسيمتر إلى سنتيمتر تساوي 550 سنتيمتر. إذن القياس الذي يساوي 55 سنتيمتر هو القياس 5 ديسيمتر 5 سنتيمتر. الجواب الصحيح 88,386 كيلومتر مربع. لدينا اختيارين، الاختيار الصحيح سنجده باستعمال جدول وحدات المساحة. إذن 883,860 هكتومتر مربع. إذن نضع صفر في الهكتومتر مربع، 0.6838. نحول هذا العدد إلى الكيلومتر مربع، فهو يساوي 8,838.6. إذن هذا القياس فهو لا يساوي القياس المعروف في البطاقة. القياس الثاني، الاختيار الثاني، 8,838,600 هكتومتر مربع. نحولها إلى الكيلومتر مربع، سنجد هذا القياس 88,386. إذن الاختيار الصحيح هو هذا الاختيار. التمرين الأول، أصل كل جسم بالقياس الطول والقياس الكتلة المناسبين له. الشاحنة، الكساب، والدراجة. لدينا القياسات التي تعبر عن الطول هي 18 ديسيمتر و 2.7 ديسيمتر ثم 1.2 ديسيمتر. نحول هذه القياسات الطول إلى المتر،
1.2 ديكامتر تساوي 12 متر، و2.7 ديسيمتر تساوي 0.27 متر، 18 ديسيمتر تساوي 1.8 متر. إذن انطلاقا من هذه القياسات سنحدد القياس. أولا طول الشاحنة، لأن طول الشاحنة فهو كبير، إذن سيكون طولها هو 12 متر، وطول الكيسب هو صغير 0.27 متر. إذن هذا هو الجواب الصحيح. أما الدراجة 1.8 متر. القياسات التي تعبر عن الكتلة 15 طن و 500 جرام و 100 هكتوغرام. إذن 15 طن فهو قياس كبير، إذن سيكون هو قياس الشاحنة، لأن كتلة الشاحنة كبيرة. ولمعرفة كتلة الدراجة وكتلة الكتاب سنقوم بتحويل 500 جرام إلى الكيلوغرام و 100 هكتوغرام إلى الكيلوغرام. 500 جرام تساوي 0.5 كيلوغرام، 100 هكتوغرام تساوي 10 كيلوغرام. إذن 10 كيلوغرام فهي ستكون هذه الوحدة ستكون قياس للدراجة، وأن الكساب سيكون وزنه أو كتلته هو 0.5 كيلوغرام، يعني أقل وزن. أثبت تعلماتي. هناك ثلاث جداول، جدول وحدات الطول، وجدول وحدات القياس، وجدول وحدات الكتلة. جدول وحدات الطول مكون من الأجزاء ديسيمتر سنتيمتر مليمتر، والمضاعفات ديكامتر الهكتومتر الكيلومتر. وحدة المساحة متر مربع، ديسيمتر مربع سنتيمتر مربع مليمتر مربع، ديكامتر مربع الهكتومتر مربع الكيلومتر مربع. دائما المضاعفات فهي أكبر من الأجزاء والوحدة. وبالنسبة للكتلة، طن، قنطار، نقطة، الكيلوغرام، الهكتوغرام، الديكاغرام، الجرام، ديسيغرام، السنتيغرام، الميليغرام.